وينضم معنا من عمان الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور ماجد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الأونروا تقول إنها مصرة على مواصلة عملها رغم قطع الدعم الأمريكي عنها. استمرار الموقف الأمريكي بهذا الشكل ألا يعد تحيزا لصالح الصهاينة؟ كيف يمكن لها أن تكون وسيطا نزيها كما تقول في هذه الحال؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الأعزاء. الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن جاء الرئيس الأمريكي الجديد الشعبوي دونالد ترامب، وهي قد أعلنت قبل مجيئه أثناء حملته الانتخابية عن هذه النوايا العدوانية اتجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي أنشأت موجب قرار الأمم المتحدة عام 1951. وبالتالي فإن هذه الإجراءات الأمريكية في قطع المساعدات الأمريكية عن الوكالة ليست شيء جديد، لكن الجديد فيها هو الاستمرار العدواني الواضح في ضوء للأسف الشديد موقف عربي وإسلامي للأسف الشديد متردي اتجاه توفير 250 مليون دولار، هو مبلغ يسير لخدمة اللاجئين العرب الفلسطينيين وخاصة في لواء غزة. هذا هو الأمر الحقيقي الذي يجب أن يحدث. إذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقا في إحلال السلام، لماذا لا يزال قطاع غزة محاصر؟ قطاع غزة محاصر، فيه مليوني نسمة، 75% منهم لاجئون من عام 48، وهو محاصر من أكثر من جهة، ليست الجهة الصهيونية فقط، للأسف هو محاصر من أكثر من جهة، وهذا الحصار هدفه نيل اعتراف شعبي فلسطيني بمسألة ضم القدس للاحتلال الإسرائيلي وإيجاد تسوية سلمية تخدم الأهداف الصهيونية ولا تلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة تنفيذ قرار العودة الأممي الدولي 194، ولا مسألة العودة أيضا إلى القدس باعتبارها عاصمة للشعب الفلسطيني. كباحث في الشأن الفلسطيني، إلى أي مدى ترون أن الانقسام الفلسطيني أثر في استمرار معاناة غزة؟ الواقع أن الانقسام الفلسطيني ليس كثيرا، ليس له نصيب كبير من المعاناة، وهذه سماعة بعض الدول العربية تضع عليها هذا الأمر للهروب من التزاماتها. حتى لو كان غزة وقصة متحدثان سياسيا، فإن هذا لم يفرق كثيرا في مسألة الحصار المزدوج على الشعب الفلسطيني الذي يقود حركة النضال الاستقلال الفلسطيني في غزة، وغزة دوما كانت هي رائدة الاستقلال الوطني الفلسطيني منذ التاريخ منذ عام 1948. في ظل الحصار، ما الذي تملكه غزة لمقاومة ما يحاك ضدها، وما الثمن الذي يجب أن يدفعه أو أن تدفعه غزة؟ غزة وشعبها، عد جهاد شعب غزة من خلال المظاهرات السلمية ومظاهرات العودة ومسارات العودة غيرت كثيرا. أولا، أحرجت الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي ومنظمات الحقوق الدولية، وأحرجت حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو، وهذا أمر ملاحظ لأن الإفراط في القتل بالمدنيين العزل دليل على الانتصار الكبير الذي حققه هؤلاء المتظاهرون السلميون. حتى أن الرئيس الأمريكي نفسه، هذا المتكبر المتعجرف، اعترف بالنتائج الإيجابية لهذه المسيرات، وصرح أكثر من مرة بأنه يريد أن يعدل من مبادرته لشان استيعاب قضايا اللاجئين الفلسطينيين في غزة وتحسين مستوى الحياة من حيث المطار والميناء والمساعدات الإنسانية وغير ذلك. فهذا غزة تستطيع أن تغير البوصلة كثيرا في هذا الاتجاه. شرعنا الصلاة غير المسلمين في الأقصى والحصار على قطاع غزة وبناء المستوطنات والعديد من القوانين التي تهدف إلى تهويد القدس وفلسطين تجعلنا كل هذه القضايا نسأل تساؤلا مهما، وهو ما الذي تبقى من عملية السلام؟ لم يبقى شيء من عملية السلام، أو صحيح الاستسلام، لم يبقى شيء من هذا السلام الموهوب، لأن الموقف العربي الرسمي هو موقف يعني أضعف من بيت العنكبوت أولا، ثم أن هذه الحروب الداخلية العربية هي لم يعد هناك أي خوف من اتجاه العرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. لم يبقى للفلسطينيين إلا مظاهراتهم ووحدتهم ومسيراتهم وقول لا عريضة للاحتلال الإسرائيلي ولصفقة القرن. والشعب الفلسطيني أثبت على مدى التاريخ أنه يستطيع أن يشكل كل الحلول وكل المبادرات التسوية الاستسلامية
في وحدته وعن اخوانه ومظاهراته بغض النظر عن الموقف العربي والاسلامي والدولي الذي هو في خبر كلام. الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور ماجد الزبيدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.